شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ بالموضوع، لا بأس أن نشير إلى مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة هي أن الملكات الطيبة في داخل النفس البشرية تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإيجاد. الملكات الطيبة لا تأتي صدفة ولا تأتي اعتباطا. كل شيء، مو فقط الملكات الطيبة، كل شيء في هذا الكون لا يمكن أن يأتي صدفة. هنالك مفهوم ومصطلح متداول عندنا، وهو مفهوم الحظ. فلان واحد ذو حظ عظيم. الحظ لا واقعية له في هذا الكون. الصدفة لا واقعية لها في هذا الكون. كل شيء يوجد في هذا الكون محاط بمجموعة من العوامل القصدية. هذه العوامل القصدية هي التي ولدت هذا الموجود. منتهى القضية، نحن لا نلاحظ تلك العوامل وتلك العلل، فنقول أن القضية كانت صدفة، أن القضية كانت حظا. بالصدفة اصطدمت السيارة الفلانية وتوفي العالم الفلاني، ماكو صدفة. لكن إحنا باعتبار أننا انقطعنا عن مجموعة العلل
والعوامل التي أدت إلى هذه الحادثة نقول إنها صدفة. وإذا من البداية لاحظنا مجموعة العوامل التي ولدت هذه الظاهرة لم نكن نقول إنها صدفة. على كل حال، هذا بحث موكول إلى الحكمة الإلهية. صدفة في هذا الكون ماكو، حظ في هذا الكون ماكو، كل شيء يحتاج إلى إيجاد ويحتاج إلى إرادة واعية توجد ذلك الشيء. أولاً، الملكات الطيبة تحتاج إلى إيجاد، والإيجاد عبارة عن إرادة واعية تخلق في النفس تلك الملكة الطيبة. المرحلة الثانية، الملكات الطيبة تحتاج إلى إبقاء. رجل أوجد في داخله الملكات الطيبة، انتهى كل شيء؟ لا، هذه الملكة تحتاج إلى تعهد، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية. المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه، هذا من كبار علمائنا، وهو مدفون في قم. إذا زرت قم بإمكانكم أن تزوروا مرقده. هذا رجل عظيم، عالم وزاهد في نفس الوقت، يعني جامع بين الفضيلتين، فضيلة العلم وفضيلة الزهد. في يوم من الأيام يأتي السيد محمد المجاهد من العراق إلى قم، أحد علمائنا الكبار. المحقق القمي يدعو السيد محمد المجاهد عشاء في بيته، ويدعو مجموعة من العلماء، ثم يبحث معهم بعض القضايا الاجتهادية، قضايا العبادات مثلا، قضايا المعاملات وما أشبه ذلك. يبحثان بحثا اجتهاديا استدلاليا. بعدين يتوجه إلى السيد محمد المجاهد ويقول له: هل تعلم لماذا دعوتك هذه الليلة؟ يقول: لا. يقول: دعوتك في هذه الليلة حتى أحتكم إليك وإلى هؤلاء العلماء الجالسين أن هذه الملكة، ملكة الاجتهاد اللي كانت في، بقيت أو لم تبقى؟ يعني حتى ملكة الاجتهاد إذا واحد ما تعهدها، إذا واحد ما واصل البحث والتنقيب والفحص، هذه الملكة تضعف وتضعف وتضعف إلى أن تنتهي. فقال السيد محمد المجاهد والعلماء الموجودون: لا، الملكة لم تذهب، الملكة باقية في أقصى شدتها، يعني مو ملكة اجتهاد عادية، ملكة في قمتها أيضا. قال: جيد، أنا الآن مطمئن، أتمكن أن أفتي للناس لأن الملكة باقية فيه. الملكة أوجدتها، هذه الملكة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية. هذه المرحلة الثانية. ولذلك نقرأ في الأدعية: مالي كلما طال عمري. مضمون الدعاء أنه أجد أنني في حالة تسافر،
بعض الشباب في بداية شبابهم عندهم تورع، عندهم تقوى، عندهم احتياط في أمور الدين، ولكن كلما يمضي يوم يجد أن هذه الملكة تضعف. في البداية إذا كان يغتاب أمامه مؤمن كان يقف أمام ذلك، ولكن بمرور الأيام مو فقط يسمع الغيبة وإنما هو يغتاب أيضا ويأكل لحم أخيه ميتا. هذا شنو صار؟ هاي ملكة كانت موجودة فيه، لكن هذه الملكة ضعفت وضعفت وضعفت إلى أن انعدمت الملكة. الملكات الطيبة الإرادية تحتاج أولاً إلى إيجاد، وثانياً تحتاج إلى إبقاء، وثالثاً تحتاج إلى إنماء. أوجدت الملكة في حد معين، انتهى؟ لا، مراتب الكمال غير متناهية. مراتب العلم تنتهي إذا واحد يعمر ما عمر نوح صلوات الله عليه، تنتهي مراتب الكمال؟ لا. تنتهي مراتب العلم؟ لا. العلم لا نهاية له، وقل رب زدني علما. كذلك كمالنا نحن الأفراد العاديين لا يمكن أن نتصور له حداً معيناً، كلما تصعد أكو مجال للكمال الأكثر. فهذه الملكة إذن تحتاج إلى إنماء، الإيجاد والإبقاء والإنماء. إحنا من أول ما نفتح عيوننا في الصباح مشغولون بماذا؟ حقيقة إحنا فكرنا في يوم من الأيام من الصبح لليل ماذا نعمل؟ شنو نسوي من الصبح لليل؟ من الصباح إلى الليل أكو أمامنا شبكة. الشبكة يعني شنو؟ شايفين السمك عندما يقع في الشبكة؟ منين ما يريد يتخلص من هذه الشبكة ما يقدر، يتجه يمينا شبك، شمالا شبك، أمام شبك، خلف شبكة، شبكة. إحنا واقعين في شبكة من العلاقات المادية التي لا تنتهي. هذه الدنيا علاقاتها تنتهي؟ لا. مشكلاتها تنتهي؟ لا. ارتباطاتها تنتهي؟ لا. تجارتها تنتهي؟ لا. إذا واحد من الصباح إلى الليل مشغول في هذه العلاقات المادية، فمتى يصل إلى التوجه إلى الجانب الثاني وهو جانب الروح؟ هذه الروح التي لا يعتني الإنسان بها، لا يهتم بإيجاد الملكات الطيبة فيها، لا يهتم بإبقاء الملكات الطيبة، بإنماء الملكات الطيبة فيها، هذه الروح تضمر. الروح تضمر يعني شنو؟ مثل واحد يهتم بملابسه، يجمل ملابسه، ينظف ملابسه، لكن ما يهتم ببدنه. ما هي قيمة الثوب؟ الثوب جميل ولكن البدن ضامر، هذا البدن لا يجدي. كذلك الروح، الروح عندما واحد ما يتوجه إلها، ما يعتني إلها، ما يلاحظها، ما يراقبها، تضمر هذه الروح، تضعف هذه الروح، تسير في طريق التلاشي والضعف. فقط البدن وهذه الدنيا.
وبالنتيجة واحد عندما يرتحل يخلع هذا البدن، مو يخلع هذا البدن، يخلعون عنا هذا البدن، ماكو واحد يخلع هذا البدن، يخلعون عنا هذا البدن ويذهب إلى هنالك يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه ماكو شيء، هنالك جسد بال في القبر وروح ضامرة لم تصل إلى كمالها المنشود. الدين ما يقول أنه أرفض هذه العلاقات المادية، روح في رؤوس الجبال وترحب في الصوامع والأدية، يقول اخلع نفسك وانقطع إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم في ثلاثة أوقات، اخلع نفسك من هذه الدنيا واذهب إلى المسجد وقل الله أكبر. يعني شنو؟ يعني الله أكبر من كل شيء. الدنيا جديرة بالاهتمام كمزرعة للآخرة، ولكن الله أكبر. الإنسان يخلع نفسه من هذه المادة ومن هذه الماديات. الصوم انقطاع عن هذه المادة والماديات، ولكن الحج رزقنا الله وإياكم حج بيته، الحج مجموعة انقطاعين، الصلاة انقطاع واحد، الصوم انقطاع واحد، ولكن الحج مجموعة انقطاعين، انقطاع أحوالي وانقطاع مكاني. في الصلاة يفترض أن تترك بنفسك كل شيء وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في الحج انقطاع في الحالات وهجرة أيضا عن المحل الذي أنت فيه، تهاجر من هذا المكان، تبتعد، تترك محلك، تترك تجارتك، تترك كل شيء. واحد ما يتمكن لحظة واحدة في هذه الدوامة يفكر إلى متى؟ الإنسان شوية يخرج من هذه الأجواء، يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ينقطع إلى الله سبحانه، يبتعد عن ملاذ الجسد، اكتحال ماكو، تدهين ماكو، نظر في المرآة ما هي هيئتي ماكو، توجه إلى الله، صيد ماكو، نساء ماكو، رجال ماكو، يعني القضايا المعينة المذكورة، كل هذه العلاقات الدنيوية تنقطع. حقيقة الإنسان إذا بهذه الروحية يذهب إلى الحج، كم تطهره هذه الرحلة حقيقة، ألا يعود إلى بلاده كيوم ولدته أمه؟ ليش؟ يعود كذلك. هذا بعد من أبعاد الحج، الانقطاع إلى الله، الرفض لهذه العلاقات الدنيوية. البعد الثاني، هذه الحياة تحتاج إلى ارتباط بالقمم. ارتباط بالقمم يعني شنو؟ إحنا ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا، ضعفاء، كلمة واحدة
تخرجنا من الجاد. هذا دليل الضعف، مو أنا أقول هذا الضعف، الله يقول هذا الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. كلمة مدح تجعلنا نشعر بالابتهاج والسرور، وكلمة قدح تخرجنا عن الجاد. تجي في البيت كلمة واحدة من الزوجة أو الزوج توتر الأعصاب في البيت، شنو صاير؟ الزوجة قالت كلمة، الزوج قال كلمة، ليش ما تسيطر على أعصابك؟ ما يقدر، هذا الضعف. إحنا كيف نرفع هذا الضعف؟ نرفع هذا الضعف بالارتباط بالأقوياء. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كانت عنده صحيفة يطالع فيها عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام السجاد قمة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله في مستوى أرفع. كان يطالع عبادة رسول الله أو عبادة علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يضع الكتاب متألما ويقول من يقدر على مثل هذه العبادة. إذا الإمام السجاد عندما يطالع أحوال الرسول أو أحوال علي صلوات الله وسلامه عليهما يشعر بهذا الشعور، نحن نحتاج إلى هذا الارتباط. في كل يوم كم مرة؟ 9 مرات. 9 مرات نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا؟ 9 مرات في صلاة الصبح مرة، وفي بقية الصلوات في كل صلاة مرتين. النبي يجب أن يبقى حياً في أذهاننا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم قمم الكمال الإنساني يجب أن يبقوا أحياء. إيش قد أكو من الأنبياء في التاريخ؟ كم عدنا من الأنبياء؟ 124,000 نبي، وعلى رواية 300,000 نبي. كم تحفظون من أسماء هؤلاء الأنبياء؟ كم واحد؟ كلنا راحت أسماءهم، لأن هذه العلاقة انقطعت. مو إحنا، أممهم نسوهم. الشيء يحتاج إلى تكرار. في كل يوم المؤذن يرفع في الأذان اسم النبي صلى الله عليه وآله. واسم علي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يبقون أحياء في أذهاننا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس، في الرواية نظمه الشاعر: وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يبقى حياً، وأهل البيت يجب أن يبقوا أحياء في مشاعرنا وضمائرنا، وكل أثر من آثارهم يجب أن تبقى حية. هذا بيت رسول الله، لازم يكون بيت رسول الله. الروح إن شوف ذلك البيت المتواضع ونستلهم من رسول الله. هذا قبر عبد الله والد رسول الله. وين قبر عبد الله؟ في شارع؟ لا، لازم يكون قبر رسول الله، قبر والد رسول الله. نشوف هذا هو والد رسول الله، نستلهم من هو والد رسول الله.
تلك المرأة ترى والد النبي صلى الله عليه وآله، وترى نور النبوة في جبينه، لأن نور النبي صلى الله عليه وآله كان في جبين عبد الله. فتدعوه المرأة إلى نفسها مقابل 100 من الإبل، 100 من الإبل، يعني أفضل وسيلة نقلية في ذلك اليوم 100. فيقول عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، الموت ولا المعصية، هؤلاء يجب أن يبقوا أحياء حتى نستلهم منهم، آثارهم يجب أن تبقى حتى يستلهم من هذه الآثار. أما الحرام فالحمام دونه أو فالممات دونه. الارتباط بالله، الارتباط بأولياء الله، الارتباط بعباد الله، هذا هو البعد الثالث من أبعاد الحج. أكتفي في نهاية الحديث ببعض الروايات وأختم بها الموضوع عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً. في لحظات الاحتضار يخيرونه إما مع اليهود وإما مع النصارى، حتى الشاب اللي بلغ 13 سنة إذا بلغ يجب عليه الحج إذا مستطيع، الفتاة إذا بلغت 10 سنوات مستطيعة يجب عليها الحج. رجل هذا كان متدين مقدس، زيارة عاشوراء ما كان يتركها، وفي كل يوم كان بعد صلاة المغرب والعشاء يقيم إقراية على سيد الشهداء صلوات الله عليه، يقيم إقراية، عنده علاقة شديدة، وبعد ذلك يطعم الثريد، يعني ماي لحم، هذا برنامج في كل يوم وكل ليلة. في يوم من الأيام تدركه لحظات الاحتضار، والأهل يجتمعون حوله، الأطباء، وقيل من راق، ولكن لا تنفع الرقية في ذلك الوقت، الأطباء ييأسون من العلاج، ما إلى علاج. الأهل يجتمعون حوله يبكون كذا، ابنه ينقل هذه القضية، يقول: أنا كنت مع أخي قاعدين ونبكي ونتحدث حول أنه أين يدفن، ماذا نصنع كذا، فراح في غيبوبة، غيبوبة بعد لا يشعر. استمرت الغيبوبة إلى قرب السحر، قريب السحر فتح عينه وعرق عرقا غزيرا، ثم بعد ذلك قال لنا: اذهبا فقد شوفيت ولا شيء علي. يقول: احنا هواية تعجبنا، شلون بهذه القاطعية وبهذه اللغة يتكلم؟ يقول: احنا قمنا وذهبنا الصبح، أبونا شوفي شفاء كاملا. يقول: مضت مدة احنا ما سألنا، الى ان حان ايام الحج، هذه القضية كانت ليلة اول محرم، مضت عدة اشهر، صارت ايام الحج، هذا الرجل صفى حساباته وثم عزم إلى الحج. قبل ما يروح للحج قال لنا أنه: أنتم ما سألتوني عن قصتي. قلنا: تفضل. قال: في تلك الليلة، ليلة أول محرم، حضرتني سكرات الموت، وإذا بي في تلك اللحظات أجد نفسي في محلة اليهود،
شلون في هذه الدنيا أكو محلات، هناك أيضا محلات للأرواح، الأبدان البرزخية. إحنا عندنا أبدان برزخية في ذلك العالم. يقول أنا هواي تأذيت وسمعت هاتفا يقول إن هذا هو محلك وسوف تحشر مع اليهود، لأن هذا الرجل كان تارك للحاج، رجل مقدس كان لكن ما يروح للحاج، هالسنة وبكرة وبعد بكرة إلى أن أدركه الأجل. يقول أنا شفت أنه بعد هذه القضية انتهيت فيها. يقول توسلت بسيد الشهداء، قال الصحيح سيدنا أنا ارتكبت هذه الخطيئة، ولكن أين تذهب خدماتي؟ أين تذهب تلك الإقرايات التي قرأتها؟ أين تذهب زيارة عاشوراء التي كنت أداوم عليها في كل يوم؟ نهاية بعد يروح. يقول توسلت كثيرا. يقول فجاءني النداء إن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليك شفع عند الله لك وقد قبلت الشفاعة. تعود إلى الحياة وتعيش 10 سنوات. يقول أنا بالفعل فتحت عيني و قلت لكم لا شيء علي، أنا شوفيت. ذهب في ذلك العام إلى الحج بعد تصفية كل ما عليه. الابن يقول مضت 10 سنوات على هذه القضية. في ليلة أول محرم قال هذه الليلة هي الليلة الموعودة، وفعلا ما أصبح الصباح من تلك الليلة إلا وقد فاضت روحه إلى بارئها. هسه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شفع لهذا الرجل، لكن مو معلوم أن كل شخص له قابلية الشفاعة. الذين لم يحجوا يجب عليهم إن كانوا مستطيعين أن يحجوا في هذا العام، والذين حجوا من قبل إذا ماكو هنالك موانع تمنعهم ينبغي أن يحاولوا الحج في هذه السنة، فإن الحاج والمعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا بدأهم، ويعوضون بالدرهم 1000 1000 درهم. هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. وفي رواية أخرى وإن من أوسع الله عليه، يعني عند قدرة مالية، ولم يحج في كل 4 سنين فهو محروم، محروم من رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين، وأن يرزقنا حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.